حياتنا نعيشوها لحظة بلحظة، لكن كاين بعض التفاصيل ما نهملوهاش. قد يتكرر المشهد بلا ما تفيقي وتكملي في حياتك حتى تتألمي، تحاولي تستوعبي وفهمتي باللي كنتي مقصودة، ومن حولك يحاولوا يطمنوك باللي مازال ما فاتش الحال. ولازم ديروا في بالنا باللي التشخيص المبكر ضروري ومهم، وانتوما عيشوا حياتكم بلا ما تنساو أدق التفاصيل. الفحص المبكر لسرطان الثدي هو الأمن والأمان بالنسبة لك، وما تنسيش أكتوبر الوردي مش فقط شهر، وإنما لازم تكوني حذرة طول السنة. الجمعية الوطنية وين نلقى دائما في خدمة المرضى.